السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه جديده من شيوات ام انس. اليوم جيت وجبت لكم هاد لي باغيت او هاد الخبيزه تاع هما، وما صراحه ماشي خبيزات، خبزات كميرات عامرين بواحد الحشوه اللي اقتصاديه متوفره في كل بيت. فطبعا الحشوه كتبقى اختياريه، فكيجيو صراحه رائعين وقطنيين، كتقدموهم هيدا مع الحريره او مع البريري ديال اتاي. فطبعا كيف ما عودتكم في النهايه كنفتح معكم دائما لي باغيت كيفاش كيبانو. فهذا هو الشكل ديالها، كتجي عامره على حقها وطريقه ورطيبه رطبه جيدا. اللي عجبو الفيديو حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. الناس اللي كيزوروني لاول مره كنقول لكم الف مرحبا، ضغطوا على زر الاشتراك الاحمر ابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه، وما تنساوش كذلك تفعيل خاصيه الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد الوصفات وجديد القناه. واللي جربت هذوما هاد لي باغيت هما المحشيين، ما تنساوش التعليقات ديالكم اللي كيفرحوني بزاف بزاف، كنفرح لهم خاصه المتتبعات الاوفياء اللي ما كيخطاونيش بالتعاليق ديالهم. فما بقى لي خوتي الا نقول لكم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو المقادير كيف ما العاده، وكنتمنى لكم. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاجوا طبعا الدقيق على حسب نتوما الكميه او عدد افراد الاسره. بالنسبه لي انا عندي 350 غرام تقريبا، ما بين 350 حتى 50 غرام. عملت فيها رشه ما غتبان لكمش لانه الدقيق ابيض والخميره بيضاء، مترشة من الخميره الكيماويه ما يقارب نصف ملعقه غير مملوءه من الخميره الكيماويه، يعني خميره الحلويات ما تقريبا 4 الى 5 غرامات. عندي هنايا خميره الخبز ما يقارب 10 غرامات او الى 7، مهم يعني دابا الجو سخون على حسب نتوما الجو اللي عندكم. بيضه بدرجه حراره المطبخ. بالنسبه للبيضة غنفرقها على جوج، البياض غادي نعملو في العجينه والصفار غنحتفظ به. عندي 4 ملاعق من زيت ياغورت طبيعي من فئه 150 غرام. الا ما كانش عندكم متوفر الياغورت الطبيعي يعني الياغورت المسوس، فبالامكان ديالكم تعوضوه باللبن او بالحليب. انا غنعجن بالماء، نتوما الا ما كانش عندكم الياغورت الطبيعي فكتعجنوا بالحليب. بالنسبه لي انا استعملت الياغورت الطبيعي، غادي نعجن بالماء الدافئ. عندي هنايا الزعتر، فالعجينه ديالنا او الخبيزات ديالنا عجوا فيهم مذاق ديال البيتزا، وطبعا الملح على حسب الذوق. فغنقولوا على بركه الله صافي. غادي نجيب ديك البول اللي عندي فيه الدقيق ورشه من الخميره الكيماويه. غادي نجيب الملح، غادي نجيب خميره الخبز، وغادي نجيب الزعتر ديال البيتزا. هنايا باللغه الالمانيه الناس اللي عايشين في المانيا فسميتو تيميان. غادي نجيب القليل تقريبا ملعقه صغيره، وغادي نحكو بين راحتين اليد بهذا الشكل هاو باش كيطلق الريحه ديالو. فالزعتر معروف ما كتطلق الريحه ديالو حتى كيتحك بين اليدين. صافي بهذا الشكل هاو. غادي نعمل زيت نباتيه، كذلك الياغورت الطبيعي اللي دفيتو قليلا مع في الميكروويف. لازم هاد العمليه ما خصكمش تجبدوه مباشره من الثلاجه تخدموا به. غادي نشكر البيضه كيف ما قلت لكم، البياض غادي نستعملو في العجين هكذا، والصفار غادي نعملو في واحد الطبيصله او واحد الصحن صغير نحتفظ به في الثلاجه لأدام. فغادي نبدا نخلط الكل جيدا. بسم الله صافي، غير كتبدا تجمع معكم العجينه، كتعجنوا على عجينه تكون متماسكه شيئا ما وفي نفس الوقت كتلتصق في اليدين. فهذا كذلك سر من الاسرار اللي كيخلي معكم المعجنات ديالكم مالحين او اللي بغيوش مالحين كيجيو معكم مقطنين. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعتها جيدا، هذا هو القوام ديال العجين ديالنا، كتكون طبعا متماسكه وفي نفس الوقت كتلتصق كيف ما كتشوفوا معايا في اليدين. غادي ندهن الوجه ديالها بالقليل من الزيت، وغادي نعمل نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها في مكان دافئ لمده 45 دقيقه تتنسفخ، وغادي ندوز ان شاء الله باش نطيبوا الحشوه. فكيف ما كتشوفوا ضعت هنا عندي بواحد مقلاه غرقه زيت نباتيه. بالنسبه لي انا غادي نسبق بالكفته لانه الكفته نسيت ما جبتهاش من الفريغو، عندي جامده. ثم الا كانت عندكم الكفته طريه فكتسبقوا اولا كتشحروا البصله مع البابريكا الفلفل اللي عندكم. بالنسبه لي انا غادي نستعمل كيف ما كتشوفوا مقطع عندي هنايا في هذا الصحن الفلفل الاصفر والاحمر، ثم كتستعملوا اللي كان عندكم في الدار. بغيتوا تستعملوا كذلك الحار كتستعملوه. بالنسبه لي انا ولادي معايا ما كياكلوش الحار ديال اللي كنستغنى عليه. فصافي
كيف ما قلت لكم ربع كيلو، مهم غير هيدا ولحفين صغيره فقط للتنسيم. بغيتو تعملوا طبعا حشوه بدون لحوم فكتعملوها حشوه نباتيه 100%. عندي هنايا بصلتين، وعندي هنايا الفلفل مقطعه، وعندي شويه الربيع. فقط غادي نستعمل الملح بوحديتو باش ما تلتصقش معايا الحشوه، لاني ما غادي نضيفش عليها الماء نهائيا حتى كتشحر وكتبدا تطلق لي الماء ديالها، عاد كنبدا نضيف التوابل. فبالنسبه للتوابل غنذكر لكم ان شاء الله من بعد ملي غادي تشحر. فغادي نشبر، غادي نضيف عليها مباشره الفلفله هاد الشكل هو، ومنها غادي يدوب لي الثلج اللي في الكفته. غادي نشبر البصل، غادي نقطعه كذلك مباشره حتى هو الى مربعات صغيره. طبعا بالنسبه للناس، كاين بعض الناس اللي في رمضان ما كيبغوش ياكلوا الثومه، بالنسبه لي غادي نضيف لها انا فصين صغيرا من الثوم، كتعطيها مذاق رائع. وصراحه ما كتجيش الريحه ديالها زعما باينه او ريحه خايبه، بالعكس كتعطيها مذاق مزيون بزاف. اما الناس اللي كيقولوا ما غناكلوش الثوم لان حرام وهذا، فهداك غير هضره فقط، يعني اصلا هي ما كتبقاش الريحه ديالها في الماكله. فانا بالنسبه لي قلت كيف ما قلت لكم غادي نضيف فصين من الثوم. صافي غادي نخلي الكل يتشحر جيدا. قبل ما تبدا تشحر ضروري ما غادي نضيف كميه من الملح. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما تشحرت لي الحشوه ديالي جيدا، فدابا غادي نقوم باضافه التوابل. غادي تكون نصف ملعقه من الزنجبيل، بابريكا الحلوه ملعقه كبيره مملوءه جيدا لانه كتعطينا لون للحشوه كانه استعملنا الطماطم المركزه. فغادي نستعمل رشه من الفلفل الاسود، اي رشه من او نصف ملعقه من الكمون، فكيعطيها مذاق رائع للحشوه. فبغي جربوه بحق ما تكثروش منه، فقط نصف ملعقه. ودابا ملي الحشوه ديالي دبالت بهذا الشكل هو، غادي ننتظر فقط غتشرب لي ديك المرق اللي فيها جيدا لاني ما ضفتش الماء نهائيا. دابا غادي نقطع الربيع اللي كان عندكم القصبور او المعقنوس، الا كانوا عندكم بجوج فطبعا كتقدروا تخلطوهم بجوج بهم. هاد العجينه ها هي، فتقدروا تستعملوها عجينه اساسيه لجميع الفطائر، فصراحه كتجي رائعه جدا. هانتوما شوفوا معايا لينه، والسر ديالها طبعا هو ديك الياغورت الطبيعي اللي عملنا فيه، والمذاق كيجي هائل، المذاق ديال البيتزا يعني عملنا فيه ديك الزعتر كيعطيها واحد المذاق خطير جدا. غادي نحاول نجمع الكره ديالي هكذا، وغادي نقسم الكره على اربع اقسام لاني غادي نستخرج منها أربعة ديال الكميرات طوالين. ثم تقدروا طبعا تعملوا فطائر صغيره، هكذا. بما انه صافي طلقت العجينه ديالي، وهذا هو السمك ديالها، كيكون السمك غير رقيق وماشي غليظ. غادي نجيب عندي هنايا طماطم اللي حطيتها طبعا في القناه ديالي هذه عامين، غنخلي لكم في صندوق الوصفه طماطم صالحه للبيتزا للفطائر المالحه. غادي نشبر واحد القليل، غادي نعمل في الوسط، غادي ندهن القليل فقط ما دهنوش بزاف. قالي الا الحشوه ديالي فبردات جيدا، غادي نحاول ما امكن نبعد الصوره باش تبان لكم. هي هذيك. غادي نقسم الحشوه ديالي الى اربع اقسام لانني عملت اربع ديال الكرات، اذا غادي نقسمها هكذا بالتساوي. طبعا عندي الجبن، فالجبن اي جبن عندكم متوفر، بالنسبه لي انا استعملت جبن الموتزاريلا، تقدروا تستعملوا كذلك الايدامه او لا اي جبن متوفر عندكم. فصافي غادي نبدا نعمر في الحشوه ديالي، يعني انا فرقت أربعة. فرقوها بهذا الشكل هو.
الصينية ديال الباغيت اللي عندي، وغادي نرشها جيدا بالبخاخ يعني بالزيت. ثم تقدروا تدهنوها بالزيت او لا تعملوا اللي بغيتوا. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما الخبيزات او الكميرات محشيين. عندي هنا ديك الصفار البيضاء اللي كنت احتفظت بها في اول الفيديو. غادي نزيد لها او ضفت ليها القليل قطرات من الحليب وقطرات من الخل، وغادي نخلط الكل جيدا حتى كيتخلط لي واحد المزيج. باش هاد غتقولوا لي علاش الخل والحليب؟ فالخل كيزولنا ديك الريحه ديال الزفره ديال البيض، والحليب كيحافظ علينا ديك القشره باش ما كتعطيناش ديك اللون محروق ولون بني داكن. فهذا هو السبب اللي علاش كنزيدوا دائما الخل والحليب. صافي، من بعد ما زينتهم بهذا الشكل ها هو، فما بقى لي الا نخليهم واحد 15 دقيقه يرتاحوا. فرن ساخن مسبقا على 200 درجه، يكون ساخن جدا، يطيبهم فوق ومن تحت. وبقى معايا ان شاء الله تشوفوا معايا. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما الكميرات ديالنا معمرين، او الخبيزات ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين. فهاد اللون ها هو، فهذه الحشوه خرجت واحد شويه، ديك المرق كيخرج ملي كتسخن، فكيجيو صراحه رائعين جدا جدا. هانتوما شوفوا معايا كيجي رطيب رطيب وطايب من التحت وكذلك من الداخل. فكيف ما العاده وكيف ما عودتكم، طبعا غادي نفتح معكم ان شاء الله وحده باش تشوفوها. فبالرغم من انها باقي ساخنه جدا، فهذه هي الحشوه اللي فيها من الداخل، ساخنه جدا ورطيبه، فالاطفال الصغار خاصه كيحماقوا عليها. فالمهم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم فخليوا الفيديو لايك، حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. وابقى لي غوتيلا نقول لكم رمضان مبارك والى الفرصه القادمه ان شاء الله.